ليست مشاهد من ساحة حرب، إنها لقطات توثق تجدد التظاهرات في عدد من المدن العراقية من بغداد إلى الناصرية. في العاصمة وبعد هدوء نسبي ساد لعدة أيام، شهدت ساحة قرطبة قرب ساحة التحرير التي تشهد تظاهرات احتجاجية، شهدت تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن على مدى يومين متتاليين. مصادر طبية في بغداد أفادت بسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات في مناطق شرقي العاصمة. في محافظة ديالى، المحافظة السنية الوحيدة التي لبت نداء الناصرية وخرجت في تظاهرات حاشدة، قطع المتظاهرون الطرق الرئيسية والجسور. وأفادت مصادر طبية بسقوط عدد من القتلى والجرحى بعد محاولة الأمن فض الاحتجاجات. بالانتقال إلى مهد الاحتجاجات في الجنوب، لم يكن الوضع أفضل، وشهدت محافظات بابل وكربلاء والنجف وواسط والقادسية والمثنى وميسان وذي قار والبصرة، شهدت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أيضا. كما قطع المتظاهرون في جميع هذه المحافظات الطرق الرئيسية وأغلقوا عددا من الجسور للضغط على الحكومة العراقية للتعجيل في تسمية رئيس وزراء يلبي مطالبهم.